إنك تخطئ في مقابلتها صغرا. ما دمت تريدها زوجة لك، اذهب إلى أهلها وقابلها وتعرف على أخلاقها وطباعها بحضور يعني. ولكن لقاءاتنا بريئة جدا، إني أصحبها في نزهة في سيارتي فقط. سمير، لقد أمرنا الله تعالى بألا نواعدهن صغرا، فلا تقدم على ما يغضب الله تعالى. كن مطمئنا، لن أقدم على ما يغضب الله تعالى. وسهلا. اهلا بالحاج حلمي، اهلا وسهلا. انا بعد لم ازر بيت الله. حقا؟ اهلا وسهلا، تفضل. قهوه يا خبوط. يا اهلا، يا اهلا وسهلا. يا اهلا بك، تفضل. سيد حلمي، لقد تعهدت لكم بتسديد ديون مؤسسه المرحوم منير فضل، طبعا بعد ان اشتريها. وحدث ما تعرفونه جميعا، لقد توفي الرجل قبل أن يوقع عقد البيع، وابنه خالد سيبيع وسيوقع العقد، ولكن كما تعلمون جميعا فهو ما زال محزونا، وقلبي لا يطاوعني على إشباعه. أردت أن أمهله بعض الوقت حتى يخف حزنه. ما زالت الدنيا بخير يا أستاذ صلاح ما دام فيها أمثالك. وأمثالكم يا سيد حلمي، فأنتم الذين أقرضتم المرحوم منير فاضل وأنقذتم مؤسسته من الإفلاس. الواقع كل همي الآن أن أسترد مالي، وكذلك الأخوان توفيق وخليل. لا بأس، مالكم عندي يا سيد حلمي، سأدفعه لكم، ولكن بعد أن أشتريه سأدفعه فورا. وإذا لم تشتري يا أستاذ صلاح؟ لا 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 يا سيد حلمي، قلت بأنني سأشتري. عفوا، إذا لم تشتري سأحجز على المؤسسة بالتضامن مع الدائنين، ونوكل حارسا قضائيا من قبل المحكمة ليحصل لنا أموالنا. لا داعي لهذا يا سيد حلمي، لا داعي أبدا، قلت بأنني سأشتري، ولكن أريد مهلة صغيرة، وكما أريد منكم خدمة صغيرة. ما هي؟ سيد حلمي، أريدكم أن تلحوا بطلب ديونكم. حسنا، كما تريد يا أستاذ صلاح. نلح ونلح ونضايق ابن المرحوم حتى يبيع. لن أبيع يا أستاذ خالد، التليفونات لا تهدأ وبرقيات الإنذار تتوارد. مهما يكن الأمر لن أبيع. سيتضامن الدائنون ويوقعون الحجز على المؤسسة، عندئذ تذهب بالمجان بديونها. بل عندئذ يذهبون جميعا إلى السجن. السجن؟ بأية تهمة؟ بتهمة الربا الفاحش. إن كنت لا تفهم في مثل هذه الأمور سل من يفهم. أخبرهم جميعا بأني سأسجن كل من يحاول الحجز على المؤسسة. سأخبره. وأخبرهم أيضا أن الفوائد الفاحشة التي يضيفونها إلى أصل الدين توقفت. نعم، أوقفتها منذ توفي أبي وتسلمت مكانه. سأخبره. افتح يا أكرم. Thank you.
الخير يا أستاذ خالد. صباح الخير. تستطيعين استلام عملك السابق منذ اللحظة، ومرتبك سيستمر وكأنك لم تتغيبي أبدا، لأنك توقفت عن العمل لبادرة شخصية من الأستاذ أكرم، ظن بأنه سيوفر علي مرتبك، فكتب استقالة بالنيابة عنك، وقعها وقدمها لي. الأمر انتهى الآن، تفضلي إلى عملك. شكرا، شكرا لك يا أستاذ خالد. العفو. إذا لم يوصلني سمير ويعود بي. لماذا؟ ماذا حدث؟ ما زال وليد بن الجيران يلاحقني ذهابا وإيابا ويسمعني شتى أنواع الكلام. اخفضي صوتك. لماذا؟ إياك أن تخبريه. لماذا؟ أنت تعرفين سمير وتسرعه، سينزل إليه ويضربه في بيته. ليضرب؟ يضربه ويسجن؟ يجب أن لا يعرف بشيء أبدا. أخبري خالد إن أردت. خالد، خالد، أخلق خالد ليحمل همومنا جميعا، المؤسسة، البيت، سامية وعبد الحميد، مشاكل سمير، مرض جدي، متابعة الدكتوراه، ثم مشكلتي أنا. لا، لن أخبره بشيء. ما أمرها؟ لما صوتها عالي؟ عليك أن توصلني كل يوم إلى المدرسة وتعود بي. والله ليس لي عمل سواك، أوصلك ثم أعود بك. ادعيني بهمي يا منى. وما هو همك؟ لدي ألف هم. سمير، نفذ لأختك ما تريد. يا أمي، يا أمي، مواعيد مدرستها غير مواعيد جامعتي، فكيف أوفق بينهما؟ الاختلاف بسيط، تستطيع أن تضحي قليلا من أجل أختك. أوصلك يومين بالأسبوع فقط. بل كل الأيام. ما هذا الغنج والدلال؟ ها؟ غنج ودلال؟ أختك تخجل من السير بمفردها. تخجل؟ منى تخجل؟ ستوصلني غدا وإلا لن أذهب للمدرسة. ليوصلك خالد، مواعيد عمله تتفق مع مواعيد مدرستي، هذا هو الحل الوحيد. مئة وأربعة وثمانون ألف ليرة، مئة وأربعة وثمانون ألف ليرة ديون. أكاد أجن، كيف سأدفع هذا المال لأصحابه؟ ابن فارس، خليل صياد، توفيق كبار، الرسام، الخطاط، المطبعة، مؤلفي الكتب، أكاد أجن. لست مديونا لأحد. كيف وهذه اللوائح؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كيف أعمل وهؤلاء لا يكفون عن المطالبة بديونهم؟ انس أمرهم جميعا واعمل. نسيته.
لست مديونا لأحد. الأستاذ حلمي ومعه توفيق وخليل يودون مقابلتك. حاولت جاهدا أن أمنعهم فلم أفلح. أكرم، لا تحاول أن تمنع أحدا من مقابلتي، بل اتصل بالمطبعة والرسام والخطاط ومؤلفي الكتب التي سبق ونشرنا لهم وينتظرون أن ندفع لهم حصصهم، وبأصحاب الصحف التي سبق ونشرنا فيها إعلانات عن منشوراتنا. ولكن يا أستاذ، ولكن ليتفضل الأستاذ حلمي ومن معه بالدخول. مساء الخير. أغلق الباب وراءك يا أكرم ودعني مع الجماعة بدون إزعاج. كل بالكل بالنسبة للدائمين. هذا صحيح، ولكن تضامننا جميعا لنحصل أموالنا. ليتكم تضامنتم مرة لعمل الخير كما تتضامنون الآن لإفلاس مؤسسة يملكها 4 أيتام وأمهم. عفوا أستاذ خالد، نحن نريد أموالنا. يقول الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا تعني إثما، أفهمتم؟ نحن نفهم في هذه الأمور أكثر منك. لو كان ما تقوله صحيحا ما أعطيت أبي 30,000 ليرة وأخذت عليها في كل شهر 3,000 ربا. لا لا، هذه ليست ربا، وإنما هي أرباح تجارية. تغيرون الأسماء كما تريدون. الربا أصبحت أرباحا وفائدة، الرشوة أصبحت عمولة، الغش أصبح مهارة، أكل المال بالحرام أصبح تعاملا تجاريا. كيف تكونون من المسلمين وتنسون ما جاء في كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. 6 أشهر مضت منذ أخذ أبي المال منك. أيعني هذا أن أدفع لك 30,000؟ 48. أهذا حلال يا مسلم؟ أهذا حلال؟ وأنت أعطيته 20,000 بفائدة شهرية قدرها 1,000 ليرة منذ 10 أشهر،
هل تريد أن أدفع لك 20,000 300؟ وأنت أعطيته 60,000 لفائدة مقدارها 5,000 ليرة في كل شهر، فهل تريد 60,000 بعد 4 أشهر 80؟ هذا حرام، حرام وأنتم تعلمون. يا بني، يا خالد، نحن كدائنين لم نجبر أحدا على أخذ المال منا. أعرف هذا، ولكن ظروفه أجبرت. أخذ المال منكم ليدفعه للمطابع التي تولت طبع منشوراته وثمن ورق وشحن وتوزيع إلى آخره. لو أن المرحوم دفع لنا شيئا من أصل المال لقفضنا الفائدة. لم يستطع، فالمكتبات التي تأخذ الكتب للبيع تدفع له حسب التيسير، أي 1,000 2,000 5,000 وهكذا، وهذه المبالغ كانت تتبخر من جيبه قبل أن تصل إليكم لإيجار المكتب والمستودع والبيت ومرتبات أكرم والموظفة ولأصحاب مؤلفي الكتب. لم يكن رحمه الله يدعنا نعلم بدقائقته المالية، كان يريدنا أن نستمر في حياتنا كما عودنا عليها. رحمه الله وغفر له وسامح. أستاذ خالد، نحن طوع أمرك، فماذا تريد منا الآن؟ أتريد حقا أن تساعدني يا أستاذ حلمي وتسترد مالك؟ والله أريد مساعدتك من صميم قلبي، فأنت شاب مؤمن مستقيم وتستحق كل خير. أنا لن أطلب منك شيئا، بل سأتركك لضميرك ودينك. أستاذ حلمي، لقد سبق وأخذ أبي منكم أموالا كثيرة ثم أعادها إليكم مع فوائدها الفاحشة، ولو كنت أعلم بما يفعل لمنعته، ولكن ما دام كل شيء انتهى الآن وتسلمت مكانه فإني لن أدفع لكم إلا رأس مالكم فقط. لن أساعدكم على معصية الله عز وجل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصداقات ولا يحب كل كفار أثيم. فإما أن تكونوا من الكفار الآثمين أو من المؤمنين. أحب إلي والله أن أكون من المؤمنين. هداك الله. أستاذ خالد، نحن لن نطالب بديوننا إلا بعد أن تتحسن أحوالك. السلام عليكم.
لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله. عمي ما زلت ساهرا؟ قررت الليلة أن أنتظر خالد مهما كلفني هذا الانتظار. وأنا أيضا بانتظار عودته، ولكنه قد يتأخر. ليتأخر كما يحلو له، منذ 3 أيام لم أره. يا أمينة، 3 أيام طويلة ومضنية، وأنت تعلمين أنني أحبه أكثر مما أحب أولادي، وهو يعاملني بقسوة متناهية. خالد يقسو عليك يا عمي، خالد لا يعرف القسوة أبدا. لم يسأل عني، لم يدخل غرفتي. منذ 3 أيام لم يأتي إلى البيت قبل 1 ليلا، ويخرج في 7:30، فكيف ستراه؟ سأنتظره حتى 1، بل حتى الصباح. مساء الخير. مساء الخير. ماذا حدث؟ لا شيء أبدا. لماذا لم تنام بعد؟ جدك مصمم على انتظارك. جدي على حق؟ لقد أدرك من رقة إحساسه أني بشوق عظيم إليه، فصمم على انتظاري. سامحتك. أكنت غاضبا مني؟ لست أنا الغاضب، بل السكر. اشترط علي ألا ينخفض إلا إذا رأيتك. لو أستطيع رؤيته لمزقته لك وقتلته. سيقتلني قبل أن تقتله يا خالد. لا سمح الله يا جدي. ولماذا أصبحت تتأخر يا خالد؟ إني أعمل يا أمي. أمدك الله بالقوة والعافية يا بني، إنه عمل مدمن. أصبحت الآن أعرف كل شيء تقريبا عن المؤسسة، ما لها وما عليها. أكنت حتى هذا الوقت في المكتب؟ نعم، لقد جاء أحد عملاء أبي رحمه الله وأخذني بالقوة إلى بيته، حيث سهرت عنده وتناولت العشاء مع أولاده وزوجته. ومن هو هذا الرجل الطيب الوفي المخلص؟ حلمي، حلمي فارس. سأترككم وأدخل للنوم. خالي. نعم. أنت لم تعطني مصروف البيت لهذا الشهر. لدي الآن 700، تدبري أمرك بها ريتما أكمل لك الباقي. ومصروفك أنت؟ معي. ثم قررت أن نبيع سيارة أبي، ما رأيك؟ لا دعها يا خالد، إنها من أثر المرحوم. كما تريدين، سأدعها. تصبحان على خير. أنت وأنت بخير. أصبحنا وحدنا، ماذا يحدث؟
الحديث معك. ماذا أخبرك يا جدي؟ أريد أن أعرف عنك كل شيء، كل شيء. هيا هيا حدثني. السكر منخفض وسينخفض أكثر إن اطمأن قلبي عليك وعلى عملك. حسنا، أهم إنجازاتي هو إيقاف الدائنين المرابين. أوقفتهم؟ كيف؟ بكلام الله يا جدي. وهل بعد كلامه قوة يا جدي؟ أحسنت أحسنت أحسنت. وحلمي الذي كنت عنده الليلة هو أحدهم، بل رئيسهم والرأس المخطط والمدبر لهم. لقد تاب إلى الله ولن يتعامل بالربا بعد اليوم أبدا. سبحانك يا رب سبحانك. وبعد هذا كل شيء، لقد ارتحت منهم جميعا.